إلى أهل الباحة ومن حولها، عدنا لكم ولأراضيكم من جديد في فعالية مميزة ورائعة من مهرجان عروس الباحة الأول، ولمدة 3 أيام من الإبداع والتميز والإثارة، الخميس والجمعة والسبت 11، 12، و13 محرم، الموافق 19، 20، و21 أغسطس على مسرح المهرجان، برفقة جميع نجوم قناة أطفال ومواهب وبأفكار جديدة وأناشيد متنوعة ومختلفة. موقع الفعالية مركز الملك عبد العزيز الحضاري، علما بأن الحضور يتطلب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامة جميع الحاضرين في الموقع، كما أنه باستطاعتك حجز مقعد لك ولعائلتك قبل الحفل. نسعد بحضوركم وتواجدكم من أجلنا. للاستفسار الاتصال على